السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا دوزتوا هذا العيد بكل فرح وكل سرور. وخوتي اليوم جبت لكم واحد القصه زوينه، قصه قديمه بزاف، اكيد اجداد ديالكم وبواتكم امهاتكم، مهم اجيال ديال الستينات السبعينات الثمانينات غيكونوا عارفين هاد القصة. هاد القصة ديال أسطورة من أساطير، نقدر نقول لكم فتوة كيفما كيقولوا الأشقاء ديالنا المصريين، اللي هو أحمد الغول. القصة ديال اليوم قصة عن أحمد الغول، أسطورة الأساطير ديال الدار البيضاء، وبالضبط في درب ميلا درب السلطان. بقاو معايا خوتي حتى الأخر، كنتمنى الفيديو يعجبكم، ولايك كومنتير، واللي ما مشاركش يشارك، وبقاو معنا حتى الاخر باش تستمتعوا. كندور تستمتعوا، اللي ما عارفش احمد الغول غادي يعرف اليوم بزاف ديال الحوايج عليه. خوتي احمد الغول الاسم ديالو احمد راكيع، ازداد سنه 1940 بالضبط في منطقه ولاد زيان في الباديه. المهم تزاد في الباديه، كان والديه كيعتمدوا على الفلاحه بزاف، يعني الفلاحه هي اللي كتعيشهم. في واحد الوقت بالضبط تقريبا في 1942 على حساب ما سولت وما قلبت، جاء العام ديال الجفاف، عام الجوع كيف ما كنقولوا، ويعني الباديه ما كيبقى ما يدار فيها في هذاك الوقت، وحتى دابا الباديه الا جا العام ديال الجفاف ما كيبقى ما يدار فيها. العائله ديال احمد الغول تحولت من الباديه، تحولوا للدار البيضاء بالضبط فين مشاو، في كاريان سونترال حي المحمدي. احمد الغول هو عائلته استقروا في حي المحمدي في كاريان سونترال. احمد الغول بدا كيكبر شويه، محد هو كيكبر، القوه الجسمانيه ديالو كتبان، وكيبان بانه عنده عضلات، وكيبان بانه قوي وصحيح. احمد الغول في هذاك الوقت بدا كيكبر، بدا خاصو يقلب على راسو، قال انا شنو غادي ندير، مشى للمارشي كريو بغى يدبر على راسو. وراكم عارفين المارشي كريو، المارشي ديال الجمله ديال الخضره، فيه الشفاره، فيه الصحاب، المهم فيه البنادم خايب بزاف، الكريساج وداكشي. احمد الغول في واحد النهار بالضبط، واحد ثلاثة بغاو يستفزوه، بغاو يحقرو عليه، ما عارفينوش ديك الساعة شكون هو احمد الغول. بداو بغاو يضاربو مع احمد الغول، ما بغاش يرد عليه. شوية من يستفزوه ويدور عندهم، قال لهم غتمشيو في حالكم حسن ليكم. بداو كيضحكو عليه وكيسد انت هو اللي غادي تقد علينا احنا بثلاثة. احمد الغول ما شعرش في هذيك اللقطة، حداه واحد حمار حاشاكم دحش، المهم حمار شي حاجه بحال الشكل، دار عليه احمد الغول، دخل فيها بالدماغ. ملي دخل في هذاك الحمار بالدماغ، الحمار طاح، كاو طاح بالموشه ديالو. ومن تماك اخوتي جات احمد الغول، السميه ديال احمد الغول. هذوك الشفاره هربوا مشاو في حالهم. التجار اللي كاينين في المارشي كريو تبهضوا بزاف، ومن تماك تشهر احمد الغول ولا مشهور بزاف. وبهذاك اللقطه اللي دار، تصوروا شنو هي، ضرب حمار تقتلو. المهم احمد الغول باش نقول لكم انه ما كانش كيحقر، ما كانش كيشفر، ما كان والو، كان فتوه ديال الناس الغلابه. شنو هي فتوه ديال الناس الغلابه؟ اللي محكور كيجيب ليه حقه، واللي تظلم كيجيب ليه حقه. هذا هو احمد الغول. في هذيك اللحظه التجار ديال مارشي كريو عطاوه، قال للسلطه بانه غيولي اللي وقعت ليه شي حاجه غيحميهم، اللي وقعت ليه شي حاجه واللي شفرت ليه شي حاجه يجيبها ليه احمد الغول. صافي ولا بحال هكاك، واللي كيبغى يحقر على الخضاره وعلى دوك صحاب الجمله كيجي. عاوتاني كيقولوا واحد، كيقولوا الناس القدام ان احمد الغول جات السميه ديال احمد الغول. واحد النهار كان واحد هذوك اللي كيكونوا حدا المارشي كريو كيبيعوا البيصاره، كيبيعوا البيض، كان هو يوميا كيمشي كيفطر عنده. شنو كان بشحال كان كيفطر؟ تصوروا جبانيه ديال البيصاره
كيضرب بها ربعة ديال الخبزات، جبانية البصارة وحدة مع ربعة ديال الخبزات. ومن تما هو خرج عليه مولا ديك اللي كان كيبيع البصارة، بدا قال لي واه غول انت وسمى عليه احمد العود. عاوتاني كيقولوا الناس القدام السبب ديال التسميه ديالو بحمد الغول. واحد النهار هو مريح هو وصحابو، صحابو تخاطروا معاه قالوا ليه واش غتاكل لينا هاد الدجاجه. ناض هو شنو دار؟ قال لهم ايه غادي ناكلها، الله يرحمه فضلنا، ايه غادي ناكلها، حنا غير كنسولو كنسولو وكنقلبو، المهم وكنجيبو لكم هاد الشيء. والعلم لله، هو الله يرحمه عطاو هذيك الدجاجه. ديك الدجاجه كلاها بواحد الطريقه شنقول لكم، طريقه ديال انه ما شيط منها والو، بحال سرط هذيك الدجاجه صافي. هما صحابو بداو كيقولوا عليه احمد الغول، شتو عليه احمد الغول. المهم دابا هادو ثلاثه ديال الحوايج انا قلتهم ليكم، كل واحد كيقول انه هو السبب ديال التسميه ديالو احمد الغول، ولكن الناس الوالا السبب الرئيسي اللي كيقولوا هو ديك القضيه ديال البصاره، ملي كيمشي كيضرب جبانيه البصاره مع ربعه ديال الخبزات. من تماك جات احمد الغول. وفي هذاك الوقت كان هو المهم فهمتي، ما كيجلسش كيدبر على راسو، كيخدم بدراعو كيشد الفلوس. وواحد النهار احمد الغول صافي تحول هو وعائلته، تحولوا لدرب ميلا، وبالضبط في درب درب ميلا درب درب ميلا درب ميلا في درب السلطان. احمد الغول تماك بدات الشهره ديالو كتزاد، وتزادت بزاف، ودار بلاصتو، واللي كان الشفار هو كيقلب على الشفاره وكيقلب على المجرمين، وكان لا داز من الدرب الشفاره والمجرمين كيخويو عليه الدرب. هو من اشهر المطايفات واللي كانت السبب ديال بزاف ديال المشاكل عند احمد الغول. واحد النهار ولاد دربهم درب ميله، مشاو هبطوا لدارهم مع ولاد المدينه، ولاد المدينه حقروا على ولاد درب ميله وقتلوا عليهم مزيان. ولد ولاد دربهم ناجوا عند احمد الغول، قالوا ليه واحد عند احمد الغول، قالوا ليه راه ها وقع علينا وها وقع علينا وحقروا علينا ولاد المدينه وها وقع وها وقع. وباش ما ننساش واحد المعلومه، في هذاك الوقت احمد الغول ديك الشهره ديالو خلات ان اكبر السياسيين بغاو احمد الغول يخدم معاهم يحميهم، حيت كانت عنده واحد القوه اللهم بارك. وفعلا خدم مع دوك السياسيين وعطاو باش داروا واحد القهوه، وديك القهوه ولات هي المهم قهوه كيعيش منها وصافي. وملي دازت الانتخابات وداك الشيء بحال عاقبهم انه كانوا غير مستغلينه صافي. احمد الغول في هذيك اللحظه صافي تمس من هذوك السياسيين وداك الشيء، ودار هذيك القهيوه وصافي. ملي جاو عنده ولاد رجعوا القضيه ديال ولاد درهم، جاو عنده قالوا ليه وقع وها وقع صافي، مشى هبط معاهم، مشاو هبطوا لهذوك ولاد المدينه تماك دابزوا معاهم واحد الدابزه، الناس كيعاودوا عليهم دابزه حقيقيه ديال بصح قطيح اكثر من النايض. المهم احمد الغول ورباعته كلوا على دوك الدراري ديال ولاد المدينه. وشنو وقع عليه في واحد اللحظه؟ تم جاي شي واحد باغي يضربو بموس من اللور، اشنو ناض دار؟ ناض شد هذاك الواحد هزو فوق كتافو وطلعو حتى القهوه وربطو سيمانه هو مخليه عنده في هذيك القهوه ساد عليه عاد طلقوا. هنايا الامن والمخزن بداو كيقولوا شكون هو احمد الغول اللي داير لينا هاد الحاله هادي، الهضره اللي كلشي كيهضر عليه، عيطوا عليه هضروا معاه، حيت الناس والشفاره المهم هذوك اللي كيشفروا اللي كيكريسي والمجرمين، حيت هو كانت عنده اللحيه ولا شنو شنو ولاو كيديروا، ولاو اي واحد عنده لحيه كيمشي يشفر وكينتحل الصيفه ديالو، زعما راني انا هو احمد الغول صافي. عيطوا عليه قالوا لي خصك تحيد اللحيه وهادي باش 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 ما يبقاش بنادم، غادي نبقاو حنا اللي جاي يقول لنا احمد الغول دار دار دار، هو اصلا ما كيدير والو، هو اصلا كينصف الغلابه صافي. حيد اللحيه ومريضنا ما عنده باس. احمد الغول تزوج ولد وليدات
ولد بنيه ولد وليدات، زوج بواحد المراه ولد وليدات ولد بنيه، وعايش حياته بخير، عنده قهيوه ما عليه ما بيه. واحد النهار كل واحد وشنو كيقول، واحد النهار شي وحدين كانوا معروفين بالدرب الكبير سمعوا بهاد احمد الغول، احمد الغول واعر، احمد الغول قبيح، احمد الغول، قالوا علاش اللي ما نطيحوش احمد الغول نحيدوه من قدامنا. ناضوا مشاو ضربوا ليه خو سيلوه دم مزيان. جا احمد الغول الدرب الكبير، جا احمد الغول دربهم لقى خو قدام الباب نضرب عاود ليه شنو كاين. احمد الغول تقلق بزاف وشد واحد الزرواطه دارها في واحد القفه، والناس تابعينهم اللور ديال دربهم وغادين معاه، ومشى لدرب الكبير. وكاين واحد الناس، واحد البعض الاخر كيقولوا بان السبب ديال المضاربه ديالهم مع ولاد الدرب الكبير هو ان احمد الغول هذوك ولاد الدرب الكبير شي نهار كان دابز مع شي واحد فيهم وطلعوا ليه للقهوه، ملي طلعوا ليه للقهوه هو ودربهم وكلوها ولاد دربهم وكلوها هذوك ولاد الدرب الكبير شي ثلاثه ديال الخوش معروفين كانوا بالدرب الكبير وعلقوهم في القهوه. ايوا بقاو تدخلوا الناس ودخل عليكم شي سيمانه بحال هكا، بقاو تدخلوا الناس وعاد احمد الغول طلق ليهم خوتهم ورجعوا للدرب الكبير. هما ناضوا شنو داروا؟ قالوا خاصنا نطيحو، ما تفرطش ليهم انه شد ثلاثه ديال الاشخاص منهم وعلقهم في القهوه. قالوا شنو غادي نديروا؟ غادي نشرب ان احمد الغول يجي عندنا، الا كان راجل يجي عندنا للدرب الكبير ويطايف معانا، نشروها ونشروها في دربهم، نشروها في درب السلطان كامل. المهم احمد الغول بدات كتوصلوا الهضره، في الاول قالوا لي صحاب ولا ما تهبطش ولا ما تمشيش وها كاين وغادي يديروا لك وهذه. احمد الغول لا، قال لهم لا ما تفرطتش لي، ضروري خاصني نهود. ومشى عند ولاد الدرب الكبير وهبط بوحدو، قال صحابو حتى واحد ما يتبع لي، ومشى عنده. ما بدا به بانه وصل تماك، فواحد الساعه كانت الدرب الكبير دابا ولات مدرسه، وصلت تماك ما لقى حتى شي واحد، مناصبين لي فخ، كلشي هاز المضاء وكلشي هاز السيوفه وكلشي هاز زين العصايه وهذيك صافي. هما يتكاو عليه كيضاربوا معاه. احمد الغول اللي كيشدو كيعطي، اللي كيشدو كيعطي وهو كتجي فيه الدق، اللي كيشدو كيعطي وهو كتجي فيه الدق، وباش غيقضيو عليه حيت ما قدروش يطيحوه. هذه هي مقابله ديال البشكليطه ولا الطايفه ديال الرويضه كيف ما كيقولوا الناس الواله. ناض واحد الاخ من هذوك الخوت اللي ضاربوا مع احمد الغول، شد واحد الكادر ديال البيكالا وكل كيقول الرويضه، شدوها داروا ليه هنايا في عنقو وكلوه بها تماك. صافي قداو على احمد الغول، قداو عليه، ضربوه بجميع انواع الضرب. احمد الغول طاح كاو، كل اللي كيقول هذاك هو سبب الموت ديالو، ولكن ما كنظنش حقيقي حيت من بعدها عاش، هادشي اللي كيقولوا جدودنا. وكل اللي كيقول طاح وعاود ناض، وفعلا طاح وعاود ناض، وجاو البوليس فرتكو هذيك المطايفه وعاوتاني عاود ناض وعاش، عاش بخير ما عليه ما بيه عادي. وكان حلف تينتقم من هذوك الخوت اللي ضارب معاهم. وكاين عاوتاني واحد من الاجداد ديالنا اللي كيقول لك انه كان ضارب وفي درب في درب الكبير النيت مع شي وحدين تعداو على خوتو، وكان ما بينهم واحد الملاكم. هما اللي مشى ضارب مع داك الملاكم، احمد الغول قدا عليه، ناضوا صحابو بداو كيضربوا فيه، وما قدا عليه حتى شي واحد. وناضوا عاوتاني النيت هزوا واحد الكادر ديال البيكالا ولا رويضه وداروا ليه على عنقو، هي فاش قداو عليه بداو كيضربوا فيه ضربوا فيه حتى طاح كاو. المهم نفس المضمون، هي مقابله ديال الرويضه، هي المطايفه المشهوره راه معروفه. اي واحد سولتي في هذاك القنت قلتي لي درب احمد الغول والمطايفه ديال الرويضه غيعرف القضيه ديالها. احمد الغول ناض صافي، عاش وكان حالف حتى ينتقم، ومشى للسبيطار. المهم وعاش من بعد وكان حالف حتى ينتقم، ولكن ماذا بينا كتجي واحد الحدث ولا واحد الحدث، المهم اكسيدون حزينه اللي غادا تقلب حياه احمد الغول راسا على عقب، وهي الوفاه ديال البنيه ديالو. كانت في بارك ياسمينة راه معروف في كازا بلانكا، كانت كتلعب في واحد اللعبه وطاحت من الفوق وماتت. احمد الغول تصدم ما عجبوش الحال،
المهم رضى وهذاك امر ربي رضى به، ولكن بقى فيه الحال بزاف. ومن تماك حلم حلف حلف عفوا حلف عمره ما يقرب لشي حاجه سميتها الطائفه، واعتزل شي حاجه سميتها الطائفه ولا مضاربه، وعاش درويش ولا درويش القهوه ديالو، جالس في القهوه ديالو ما كيتحركش من القهوه ديالو، يهضر مع صحابو يضحك مع صحابو، كاين اللي كيقولوا انه عنده بزاف الفلوس، كاين اللي كيقولوا مات فقير، وما كنظنش انه مات فقير، كنظن انه كان بخير مسك عليه الحال. المهم شرف كبر، وفي الايام الاخيره ديالو في ايام الاخيره ديالو قبل ما يموت سنه 2016 كان الدرب ديالو كهادشي اللي كيعاودوا الناس في 2016 كيمشي من الراس حتى الراس وكيرجع في دربهم، كيمشي من الراس حتى الراس بحال كيتوادع مع دربهم. وفعلا حمد الغول في سنه 2016 مات، وحاليا القهوه دابا راه باقا حاليا مسدوده، وهادشي اللي كاين. المهم خلى شي حاجه زوينه، خلى الاجيال يهضروا عليها، والله يرحمه في هذا النهار. وتحيه ليه وتحيه لاي واحد كينصف المظلوم وكيبغي الحق والعدل. خوتي خواتاتي كنتمنى القصه تعجبكم، واللي ما مشاركش شارك مرحبا به في قناه عمر الوهابي للقصص، ولايك ما تخسر والو، كومونتير زوين كيحفزنا. هادشي اللي كان كيعجبك محتوى القصص، الى فيديو قادم ان شاء الله.